غلطت يا اسطى وده عقابك انك تقابل العصابه، مش هتفلت من الاصابه، العصابه حضرت. انا اسمي حمزه، ما كانش ليا في الحرام خالص. اه والله حبيت الحرام، لا يعني عشان التصوير التمثيل. بحبهم كلهم، بحب استاذه اس، وبحب كريم، وبحب فرح، وبحب رنا، وبحب استاذ محمد محمود، كلهم حباب قلبي. نحن عصابه حق، يعني رايحين ناخد حقنا. انت بتزنقيني؟ تكون زي فرح الزاهد. شخصيتها قوية جدا، محترمة، طيبة. الأسود كوتش جديد تشوز عشان فرح بتتكلم كده. زمج تو سفاح الجيزة، ومن هنا جات لي فكرة الشر. موسم النبر والباشا ومش شايفك. لا انا بحب اسمع نفسي والله بجد، وبنصح كل الناس تسمعني. استنوني ان شاء الله في شخصية حمزة في فيلم عصابة عظيمة.